وزاره الصحه اطلقت مبادره مهمه جدا اسمها مصر بلا ادمان، وده بجميع المحافظات وبتبتدي ان شاء الله من الاسكندريه. تطلق وزاره الصحه والسكان ممثله في الامانه العامه للصحه النفسيه مبادره مصر بلا ادمان من محافظه الاسكندريه، هتطلق ان شاء الله النهارده الخميس لتجوب جميع محافظات الجمهوريه بهدف نشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات ومخاطر الادمان وكيفيه الوقايه منه. اوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان انه تم بالفعل اختيار محافظه الاسكندريه لتكون أول المحافظات اللي بتنطلق من خلالها المبادرة لتوافر خدمات علاج الإدمان فيها، وذلك في مستشفى المعمورة للصحة النفسية ومركز عباس حلمي. أشار أيضا خالد مجاهد إلى أن المبادرة سوف تجوب كافة المحافظات تباعا لتصل إلى كل السادة المواطنين، ولفت إلى أن المبادرة هتقدم حملات توعوية مهمة بمخاطر الإدمان وكيفية التعافي وطرق الوقاية منه والتعريف بمركز تقديم الخدمة وكيفية التواصل بين متلقي الخدمة ومقدميها من المستشفيات التابعة لأمانة الصحة النفسية. دي الحقيقة من المبادرات المهمة جدا واللي بتتطلب مش بس مجهود من وزارة الصحة، مشكورة ان هي عملت المبادرة، المفروض يكون المجهود بقى من كل الجهات الرسمية وغير الرسمية. ان شاء الله بنوعدكم قريبا جدا هنتكلم في هذا الموضوع في فقرة مستقلة. طيب